السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بطاطس باللحمة والرز، النهاردة بقى جينا لكم بفيديو جديد، أحلى أكلة ما شاء الله، يعني يعتبر من أقرب وأحلى الفيديوهات لقلبي. الفيديو ده جولة في الأرياف، مش هتصدقوا النهاردة أنا شفت ايه وصورت مع حاجات عاملة ازاي، كيوت ازاي، وقضيت يوم اكثر من رائع وبسطت جدا جدا جدا. احلى حاجة يا جماعة الارياف، لانها اكتر حاجة بتكون لسه على الفطرة ولسه البراءة يعني خلقة ربنا على طول، بقى دغري، لا تدخل انسان ولا بقى بناء، يعني فاهميني؟ طبعا ارض مجرد بس انسان بيكون سبب انه يحط بذرة او كذا، وبعد كده كل الحاجات دي بقى كده رباني، كل اشكال الروعة والتحفة والثمار والخير، الارض والحيوانات اللي بتساعدنا، وكمان بتبقى كده بريئة كده في التعامل معاها، كل ده يعني جميل جدا. كملوا معانا الفيديو ان شاء الله للاخر، وان شاء الله تستمتعوا بالجولة دي وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي تحت في الكومنت حابين في اماكن ايه تاني اعمل فيديوز، ويلا بينا نتفرج على الجمال وسحر الطبيعة والاراضي الزراعية خيرات البلد بقى، خيرات مصر زي ما انتوا شايفين، الكباري والنيل والجمال والبيوت اللي على النيل مباشرة، يعني والله يعني احساس حقيقي لازم تجربوه بنفسكم، يعني في حاجات كده معينة لازم انتوا كمان تشوفوها بنفسكم عشان تحسوا بيها. انا اول ما نزلت البلد لقيت ريحة الارض مختلفة، ريحة الشوارع مختلفة، وفيها نظافة كتير عن ما في المدن، نظافة من حيث يعني الجو اللي هو مثلا ما فيش بقى ثاني أكسيد الكربون كتير بقى، والحاجات اللي هي تلوث وعوادم وكده، لأن البلد بقى معظمها أراضي زراعية، فالأراضي الزراعية دي طبعا زي ما انتوا عارفين النبات كتير جدا بياخد ثاني أكسيد الكربون من الجو طبعا عشان يستخدمه في البناء الضوئي بتاعه، فعشان كده تلاقي دايما الأجواء اللي في الريف وفي البلد تحس ان هي أنقى هواء، ويعني فاهميني طبعا في النظافة وكده الهواء. زي ما انتوا شايفين بقى الأغنام ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقى، والمعيز الصغننة والحاجات الجميلة قوي دي اللي أنا بستمتع جدا لما بشوفها، لأن سبحان الله تبارك الله أحسن خالقين، بتبقى قد إيه بريئة وجميلة ورقيقة وحاجات كده مفيش إنسان ما بيحبهاش، أعتقد ذلك يعني. كمان الريف معروف بناسه الطيبة الكريمة اللي دايما بتبقى عايزة تعمل كل ما في وسعها مع الضيف، فبيبقوا قد ايه ناس روحهم حلوة وطيبين. فلو الانسان محتاج ان هو يغير جو فعلا ويفصل عن الزحمة، عن الدوشة، عن الشغل، عن الأجواء بقى الروتينية والعمل والذهاب والإياب والكلام ده كله، فهو محتاج إن هو يروح فعلا الريف ويقعد كده يومين كده يغير جو هناك في وسط الطبيعة، في وسط بقى الدار بقى ورا الدار بقى الحاجات اللي سواء دواجن سواء مواشي سواء حاجات من هذا القبيل، كلها حاجات مهمة وبتغير عن نفسية الإنسان كتير. لما أنت تكون قاعد كده وبعد كده تلاقي فيه معزة سرحة قدامك أو بطتين أو وزة أو حاجات اللطيفة دي، هيكون إيه إحساسك؟ هيكون إيه إحساسك؟ برضو أجمل الحاجات هناك البساطة، البساطة كده ومفيش تكلف في أي حاجة، وكل واحد كده في حاله، وحاجات كتير يعني كل واحد ليه كده بيته اللي هو مثلا دور أو دورين مع المكان اللي هو بيملكه أو كده. الفرن بقى،
الفرن بقى وجمال الفرن اللي على قديمه ده، اللي هو بيبقى معمول بقى بالاسمنت وبالطين وبالصبة وبالكلام ده كله، وقد ايه بقى، وخبيز العيش ولا الفطير. الانسان يمشي كده بس، مش محتاج حاجة، جنبه بقى شجر الجوافة، جنبه شجر الموز، يمشي في وسط الاخضر كده، ويا سلام بقى لو في ترع او في نيل جنبه يبقى مش ناقصه حاجة بإذن الله. كوباية الشاي بقى اللي بتتعمل كده على الأرض دي في الشعلة، الكلام ده اللي بقى القش اللي هما بيولعوا بيه الفرن اللي هو على قديمه اللي أنا كنت بقولكوا عليه بقى. شايفين بقى البساطة وال يعني إحساس والله جميل جدا ومختلف نهائي عن أي حاجة تانية. الله ينور على الريحة الجلبي على كل يوم. الله يبارك في حضرتك حبيب الجلبي، لما كل الفتلي عنها الأشرب بطاطس باللحمة والرز. بطاطس باللحمة والرز أحلى أكلة ما شاء الله. دخلت عكس كان اللي علقت المرعى ثاني. حلو قوي، باينه جدا. يلا يا بنتي يصلح حالك يا رب. احنا وانتم يا رب. صوري معي، صوريه ورا العش هنا. ايوه عندك اهو. ماشي. وفي لو دخلت الشارع ده اهو هتلاقي معزه هناك، والده اتنين صغيرين حلوين. روحي صوريه. هنا في الطريق ورا العشه كده، امشي كده قدام، امشي كده، امشي الشارع الصغير ده. قولوا لي يا محمد وريني المعزه يا محمد. ماشي. هنا القطط الكيوت دي، قطه والده ويا ولادها لسه بقى بيرضعوا وصغننين خالص. قد ايه يا جماعة والله عظيم في الحاجات دي، الحيوانات لما تكون لسه مولودة قد ايه الواحد بيلاقي البراءة وبيلاقي لسه الخير وبيلاقي الحاجات اللي على الفطرة كده اللي زي ما ربنا خلقها كده دون تدخل او دون حاجات. اهلا يا صغنن، اهلا يا جميل، يا جميل يا صغنن. ان شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك. وبعدين ربنا قال لنا ايه في القرآن في سورة طه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. فطبعا يا جماعة الآيات طبعا بتقول لنا إن إحنا نستمتع بالحاجات اللي ربنا خلقها لنا، يعني نستمتع ونكون مقتصدين في نفس الوقت، ما نصرفش ونحافظ على النعم اللي ربنا خلقها لنا دي كلها. قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني الإنسان ما أجمل إن هو يطلع بقى كده على الغيط مثلا في المغربية، أو اللي هو العصاري اللي خلاص هيجي الغروب كده ويحط كرسي ويقعد، أو يعني يتمشى
يقعد جنب اي حاجه من الطيور او المواشي كده، ويشرب كوبايه شاي او يحس بالجو بس كده جنب الوردتين ولا الزرعتين. يعني ما اجمل الاحساس ده والطبيعه دي. كمان ما اجمل ان يكون عندك ارضك في البيت، يعني او حته مساحه تزرع فيها كده الحاجات المهمه الضروريه ليك، شويه بقدونس وكزبره وجرجير ومش عارفه طماطم خيار بتنجان. الواحد يمد ايده كده ياكل، يجيب كوستين على بطاطستين على جزرتين، ويعمل شويه شوربه خضار وهو قاعد كده بمنتهى السهوله، ويروح مسمي مكبر ودابح فرخه وياكل. يعني ما ابسط من كده. كمان سيدنا داوود كان بياكل من اللي هو بيزرعه، بس للاسف بقى يعني في حاجه اكتشفتها، ان اهل الريف مش حاسين بقيمه الريف، او يعني مش مستمتعين بالاحاسيس اللي عندهم دي، ونفسهم يهجوا بره او يعني ينتقلوا للمدن. وده يعني مش فاهمه بسبب ايه، على الرغم من الجمال والحلاوه اللي انا لما روحت شفتها دي. يا جماعة ياريت كل واحد يشوف النعمة اللي ربنا مديهاله، ويشوف الحاجات من جانب آخر، من جانب المميزات، من جانب أي جانب، أي حاجة، أي زاوية تخليه يحب اللي هو فيه ويرضى بيه. مش بس كده لأ، وكمان يستمتع بيه. أي حد من بره بيبقى نفسه ان هو يقعد كده يشوف الزرع او الحصاد، الفاكهة والخضار والحاجات الحلوة، وكمان حلب الجاموسة ولا حلب البقرة، الحاجات المميزة دي. يا سلام لما واحد يكون عامل بقى بطارية أرانب، وعامل منحل او حاجات الجميلة اللي على الفطرة دي كلها، ما أروعها. يعني ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الموز كده وهو طالع. طب بالله عليك، هو ده مش احساس جميل ان انت تشوف ان ربنا كده يعني، وهي الثمره بتنبت او بتطلع. كمان البتاع ده الجوافه نازله من على الشجر ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان ده موسمها. والبرتقان واراضي كانت بتتجرف وبتتعمل يعني اللي هو بالجرار والحاجات بتاعه الزراعه دي، حاجات كلها مميزة ومش في أي حتة. فإنسان يعني مفروض إن هو يستمتع بيها. البقرة كده لما الواحد كده يعدي عليها ويكلمها وتبقى هي مسميها باسمه، ويا سلام بقى لما تخلف بيبي صغير. يعني حاجات كتيرة جدا مميزة. طبعا انا عارفة ان الريف شقة وتعب، يعني قطف الثمار والفواكه والخضار والحاجات دي كلها، تجريد الارض، السماد والرش والري والحاجات اللي بتعملوها كتير ومتعبة وفيها شقة بجد. والناس يعني بشوفها بتشتغل جامد، بس كل ده بقى طبعا بينتهي لما الانسان ربنا بيكرمه ويفرحه بالزرع بتاعه اللي طلع، ويجني الثمار بقى ويفرح بيه، ويفرح بوقت الحصاد وبيع المحصول. كل دي حاجات جميلة، ليه بقى ما بنفرحش بيها؟ كمان عارفة ان جوه البيوت كمان في شقة بسبب التأكيل، اللي بيأكلوا المواشي بقى والدواجن، او بيهتموا بيهم، او بينظفوا من تحتهم او كده. كلها حاجات فيها شقة بس ليها متعة اخرى. فيعني نحس
بالمتعة برضو معانا. فقال تعالى: لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني لما يكون الإنسان قاعد بيستريح بيلاقي في الأنعام جمال، ولما يكون بيسرح برضو بيسرح بيها، سواء مثلا مع أي حاجة، البقرة أو الحمارة أو الكلام ده بتسرح معاه بيلاقي جمال برضو. ده برج حمامة هو قدامكم جنب البيت، وادي الأراضي وجمالها. وتحمل أثقالكم لبلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يعني كمان الأنعام بتستفيدوا منها، في إن لما بتجيب حاجتك بقى والبرسيم أو أي حاجة من الغيط بتحملها على الأنعام اللي معاك. كمان مش بس كده، كمان أنت نفسك بتطلع كمان على الأنعام دي علشان ما تمشيش على رجلك وتتعب. هنا بقى كان في حاجة كوبري جديد بيتبني، وطبعا ده من التجديدات اللي على مستوى مصر كلها يعني زي ما احنا عارفين. دلوقتي بقى هسيبكم مع الأرض الزراعية وجمالها وطريق الزراعة كله، وأنا راكبة القطر عشان تتفرجوا وتستمتعوا بيه. خليك ماشي خلاص، انا مش يكون الفيديو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تشوفوها او كنتوا تروحوها بس ما عندكوش وقت ليها، او يعني مش متاح بالنسبه لكم في الوقت ده، علشان باذن الله نقوم نصورها. وبقى ما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك علشان ده بيشجعني وبيكون سبب دعمي. Thank you.
صح.